طبعا هذا الجسر جسر الجزيزة اللي في محافظة البصرة، هذا صارفين عليه مليارات بانينه ببلوك. زين انت شركة سهل العراق، زين بضميرك بشرفك انت قابل بهذا البنيان؟ ميزانية هائلة تصرف على مشاريع فاسدة تنفذها شركات تابعة لميليشيات الحشد دون تخطيط أو رؤية واضحة وفرق عمل تفتقر إلى الخبرة تحت مظلة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني، والتي لم تخرج عن عباءة حكومات الاحتلال المتعاقبة. حكومة الإطار تهدم عدداً من جسور العاصمة بغداد وطرقاً حيوية فيها دفعة واحدة بذريعة الإعمار والتطوير لتزيد من معاناة العراقيين المستمرة في كل المجالات منذ احتلال العراق عام 2003 نتيجة الفساد الحكومي وانعدام الخطط الاستراتيجية، وسط تأكيد الحكومة على استمرارها بحملة المشاريع التي لا يرى المواطن فيها إلا استعراضات كلامية لا تسمن ولا تغني من جوع. لا تستطيع أي قوة أن توقف عجلة الإعمار والبناء التي بدأت تحت أي ظرف من الظروف. على شاكلة سابقيه، فتصريحات هنا وهناك لامتصاص غضب الشارع العراقي الذي يعاني أزمات عدة، حيث سبق للسوداني أن أعلن عن وضع 19 مشروعا لحل المشاكل المرورية ببغداد، إلا أن الحال في شوارع العاصمة لم يتغير. اخترنا اسم جسر الحرية لأنه هذه المنطقة كانت في زمن النظام المقبور ممنوعا تتواصل بين القريعات والكاظمية. محاولات متواصلة لتفكيك نسيج المجتمع العراقي باختلاق كذبات يغذيها وحي الخيال الطائفي لدى الحكومات المتعاقبة، فتلجأ إليه للتغطية على فسادها وفشلها في معالجة الأزمات التي يعاني منها العراقيون. شوفوا يا بالشركات الرصينة، باعوا الشركات الرصينة، دير الشدنقة مال باب المعظم اليوم فتحوها من القالب، بطل مال بيبسي أبو اللتر قاصة بالنص، والسطلة مالته بطل كبير مال آرو، هذا ماي آرو. سخرية واسعة جابت مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام الشركات المنفذة لمشاريع بناء الجسور في العاصمة بغداد لوسائل بدائية في تنفيذ عملها، وسط تساؤلات حول مدى سرعة إنجاز المشاريع في وقت تحول فيه العراق لمثال في المشاريع المتلكئة بين العالم. مشاريع متلكئة وأزمة اقتصادية تتحكم بها مافيا الفساد داخل الحكومة، وبنى تحتية متهالكة وفساد وصل إلى مستويات متقدمة، وحكومة يعريها الفشل الواضح في مشاريع البناء والإعمار المزعومة.